نحبك تحضر لي غنية مزيانة اللي تمشي عليا أنا، اللي تهدي هادي لي أنا، اللي كلامها يتقال لي أنا، هاك في عقلك، خذ وقتك وقت ما تحضرها في عقلك. توا باش نتعداو هكا في ساعة وحنا في الكوزينة ما بين السوبيا والجلبانة والفلفل والقنارية وكل حكايات هذيك كلها، نتعداو للماسك واستجمام. ماسك واستجمام 100% بيو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين راديو إي إف إم. أكثر السؤالات اللي قاعدة تتسأل في الماسك واستجمام وألف التجميل اللي هو البوش اللي تحت العين وأن اللي غيد اللي بجنب العين، أكثر السؤالات معناها اللي قاعدة تجي من عند المستمعين متاعنا. نقول أنا وقت تعمل الماسك لوجهك بالطبيعة أول حاجة تبدأ بها هي تحويقة العين، تخدمها هي قبل وبعد تعدي على بقية وجهك الكل. دونك اللي تحس عندك لي بوش ولا عندك كل القلق ديما تخدم العين ثلاثة ماكسيموم ثلاثة دقائق، كيما نقولوا احنا كيما المساج بالماسك اللي انت باش تعملوا، اي ماسك باش تعملوا تمشي تحت العين كيف ما يلزم ومن هكا طرف العين كيف ما يلزم، بتخدم عينيك مليح مليح مليح، تطلع الحاجب خاصة تطلع الحاجب بالقديه كما نعرف انا، تحط هكا تجبد لي ساغن هذوما. اذا كان العين تكون مشرقه راه الوجه يكون مشرق والضحكه تكون مشرقه وكل شيء يكون مشرق وكل شيء يكون فيك حلو. من بعد تكمل وجهك الكل. اكثر ماسك معناها بالحق خاصه الايامات هذيا وداخلين على عين ومظبيه لما تكون هكا جميله وانيقه وفيها برشا صفات حلوه، الا ما استعملتوش الماسك في الايامات اللي تعديت نجموا تعملوا قماش تنظيف القشره بالقهوه. احسن حاجه هي القهوه، راهي القهوه تحرق الكغاس، القهوه تشحط الجلده، راهو حاجه خارقه للعاده، فيها معناها بالحق منافع ممتازه. ونحب المستمعين نتاعنا واللي عندهم ثقه فيه واللي يتبعوا فيه واللي يجربوا الماسك نتاعي كل ماذا بيا تجربوا الماسك نتاع القهوه. القهوه العربي البن، اذا كانت تحب تعمل قماش قشرتك شيحه على الاخر والامور مش هي، تاخذ شويه قهوه تحط فيها شويه مغرفه ماء ورد ونكيتا، يا اما زيت زيتونه يا اما عسل على خاطر هي حارشه، ولكن كنت القشره شايحه تنجم تاثر لك على القشره نتاعك تولي تقلق. البروتيج اللي نعملوه للقشره هو يا اما زيت زيتونه اللي هو افيكاس خارق العاده تنجم تعمله من غير حد شيء، يا اما العسل، العسل سورتو الحر. دونك تاخذ مغرفه نقولوا قهوه تحط فيها مغرفه ما ورد، اشتر مغرفه نتاع قهوه يا زيت زيتونه يا عسل، تحلها مليح 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 مليح، تخدمها كيما الكريمه، تحطها في الكونجيلاتور ما بين 20 دقيقه و 30 دقيقه، وبعد تعمل الماسك لعينيك قبل، ومن بعد تعمل الماسك نتاعك وتقعد به ما بين 30 و 45 دقيقه ما يزيدش، واذا حسيته شيح وكبس على الاخر ما تستناش، تغسل بماء بارد، الماء البارد يشحت الجلده، والا تاخو قلب ثلج بعد تعدي على وجهك بطريقه اللي كاينك تهز هكا في خديك فوق تجبد في عينيك جبين وتطلع هكاك وما تنشفش، والا تقعد هكاك غلاكس خمم في حاجه مزيانه، غمض عينيك هكا غلاكس خمم في حاجه حلوه مش يحل ما ورد، والا هذاك تلقى روحك وليت مزيانه. ماسك واحد اخر سهل 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 للمراه البخيله اللي كيما تتلهيش بروحها باش السيد بيرضى عليها، ما هكا انت تحب تقول نو سي با سا، اسمع اسمع ما تاخذوش عليا ايديا كي انا يحب لي كيما انا بالعكس انا جو سو توجور افيك لا فام، انا نضرب على المراه استناني مع الرجوله خلينا نكملوا الماسك الساعه. تاخذ كعبه طماطم تقسم على زوج تحط عليها شويه واحد كربوناتو طياره كربوناتو تعد بها على وجهك، تعد بها تخدم بها وجهك بيان كوم الفو وخليها تشيح ما فيها حتى شيء. نحب نقول لك حاجه ليلي على يعطيك الصحه على عطيتهم لي روسيت، باش نعطي استوس فاسيل بور لو مودلاج دو فيزاج ولا لا كاسكيت دون كونسيير اون بوتي. تنجم كي تعمل بور لي ريد والواحد تعمل فورم ويت لا فورم ويت في العينين هي اللي تشحط الوجه، وكي تعمل القماج تعملوا مدور هكا كي تحك الوجه اون مود سيركولير فهمت، ومن بعد تشحط الفوق حاجه ياسر طايره. لو كافي حاجه طايره برشا بور لو فيزاج على خاطر فيه الكافيين، والكافيين تعرف اللي هو يضعف الوجه ويضعف البدن يحرق الكغاس يحرق الكغاس تحفن على الاخر. برافو ليليا عايشك، ونعرفوا اللي البدن كله شقول الدكتوره ايمان البدن كله ميل، دونك تجبد هكا الفوق
يعطي الطوة خاصة بالكونسنتراسيون يبدأ في مخك بالحق تحب تظهر هكا مزيانة ومحليك وكل شيء تلقى روحك مزيانة ولا زاك شو رايك شو داكور بيان سور احنا واحد يفوس انترتونير لو كور هما البدن نتاعنا عندنا عليه عنده علينا حق كيما نقولوا دونك اون دو فير دو نوتر ميو بور انترتونير وهي لا سانتي كلها سي اون سانتي دو كي انتريس كل شيء ما في البدن نتاع العبد لا سانتي فيزيك ولا سانتي مونتال هذوما كان هذوما لا سانتي مونتال سورتو سورتو لا سانتي مونتال كون تشي بيان تبدا انت لاباس عليك ومعناتها ايبانوي تحس في روحك تحس لي زونك بوزيتيف تو فوا لا في ان روز وكل شيء حتى كان اوني اونتوري ما ثم حتى حد ما عندوش مشاكل ما ثم حتى حد ما عندوش دي بروبليم ما ثم حتى حد ما عندوش دي بروبليم دو سانتي قد ما ثماش اكثر من دي بروبليم دو سانتي انا شفنا ان فيروس الى باسكولي لو موند العالم الكل وقف معناتها ايماجين تو ما حد كل شيء ما عادش عنده قيمه معناتها سو فيروس لا نبحنا وخلينا نفيقوا اللي الدنيا ما عادش اون فا بلوس اريتي سور لي ديتاي ودايو هوزمون هو سي اون كان العباد ما تعلمتش مع هالفيروس هذايا جو نوموند وقت باش يتعلموا معناتها دونك اكثر حاجه جو بونس معناتها اللي صارت لنا في 21 سيكل هذايا كي فا اتخ معناتها فريمون انكري في مخاخنا هي سيت استوار دو 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 كورونا فيروس اللي العالم الكل وقف حياتنا وقفت اونتر كيمي في بوكو دو دومين كيما قالت قبيليك الفنانه معناتها ريان كو اون برون ان اكزومبل لو دومين دي جون دو لا كولتور لو دومين دي شانتور لو دومين دي جون دو تياتر دو سينما ولا ou les gens de, ou les agences de voyage ou les hôtels ou vous imaginez les retentissements donc la santé mentale même si on est entouré par les problèmes mais hamdallah dima on avance tant que la santé la baisse déjà tant que في مخك انت te dis انا باش نحاول نقاوم الوضع نقاوم je m'adapte ou rabbi خلق لنا une faculté d'adaptation معناتها لاتر هيومان يسادابت تحطو كيما تحط انت نلقاو حلول نتباعدو نلبسو دي ماسك نعملو دي سيتياسيون باش نجمو اون افونس ما كانش وقتها سي فيني لا في باش كل شيء باش كل شيء باش دونك سانتي مونتال بيان سور لا سانتي فيزيك اون في تو باش نحسنو دونك نتلهو ببدلنا وقلنا هذه برشا مرات كي نحكيو حتى على لي سبيسياليتي دي جيرياتري نقول عند العباد الكبار واللهو باش تخلط انت بالكدا في سن الشيخوخه نتلهي بروحك وانت صغير ماهوش باش تجي 80 سنه وقتها باش تتذكر باش تفقد وجهك وسنيك وعينيك واكسيتيرا دونك سا كومونس دي مانون دونك ما فيها بيس لونتروتيان اي اون سو في اي اون في بليزير ا سوا ميم زيد لازم واحد يحب روحه يحب بدنه يحب نهار ما نقولوا حبوا روحكم مش عارفوا تحبوا غير ما تنجمش تحب على بيد روحك اكزاكتومون كان يحبوك العباد تو تافي دونك تلهي بدنك تلهي بوجهك تلهي بعينيك تلهي بهم دونك باش تلهي لازمك تعمل يكونوا اي فونكسيون بيان دونك نكون سوغ بلان سونتي كل شيء فونكسيون بيان وتكون مورالمون بوزيتيف بيان اونتوري ربي ما فما كان الخير ان شاء الله يا ربي فما كان الخير بالتفائل بالكلام المزين بالكلام الحلو رجي شنو تنجم تغني لي في ساعة قبل ما نتعداو للخبر صوتك المزين صوتك الحلو فرحانه بيك راولي انت معنا اليوم وانا فرحانه بيان سور قاعده معاكم وقت تعدى الوقت في سفيسه لو ياسر قاعده ما ننسى نحب قاعده ننسى اكثر اذكر قاعده حلوة هي قاعده ننسى اما قاعده الحلوه البوزيتيفه أي. نسمع فيها حاجة حلوين كي نستفادوا منهم وي. صراحه ونسمع في الدكتوره اش قاعده تقول قبيله باش نسال على الماء انا نقول لها ما نشربش الماء جبله والله العظيم ما نلقاش روحي نحب على الماء مش لازمك تحب مش لازمك تحبهم مش مش حكاية حب رانا تو خلي الحب نخليه توجع لي جي جي دكتورة كي نشرب المعدة نتاعي تحسها توصل لي سي تري امبورتون والله في رمضان دايوغ جنسيست بقوة على شربين الماء عند العباد الكل عند الصغار وعند الكبار كل كسوا لاج سي تري امبورتون عليه هي ما تشربش الماء على خاطرها هي انا با ادابتي بدنها هي اللي توجور كم مع عباد هكاك نقول لك ما نشربش الماء ما نعطشش جب وتحس روحهم كي يشربوا الماء يحسوا كي معدتهم ثقالت مشكلة انا حتى اولادي راهو العباد الكل قول لي ماما ما شربتش حتى شريبه ماء نقول له علاه يا ولدي اشرب الماء حط الدبوزه قول لي ما نحبش ما نجمش نقبل شنو الحل ايمان لا يلزم بشويه اون ادابت لو كور ديما نرجع للادابتاسيون ليتر هيومان سادابت البدن انت تسنس كيما انت تحب بدنك انت تحكم فيه تي لو جير تي دوا ايسيي دو لو جيري مش انت كنت ما تشربش الماء جمله واحده وتقوم تو دان كو تحب تشرب اترتين ماء في النهار نو سي با بوسيبل سي نورمال كو تي ناريفرا با ا لي توليري نبداو بلي تاب نبداو نشربو تبدا اقل حاجه قد ايه مدام اقل حاجه
un litre et demi. Hein, déjà, hein, normalement, c'est en fonction du, poids. En principe, les fines 30 mg par kilo. Vous imaginez, je m'en ai 30 mg par kilo, m'en ai de poids. Donc de et on a 3 litres d'eau par jour. 3 litres d'eau. C'est très bien. Alors, quand on a d'abord, on des toxines, tout ce qui est les déchets de l'organisme, ils partent. Deuxièmement, la retention d'eau. J'ai le problème de rétention d'eau. La retention d'eau, quel que soit, notamment entre les femmes ou entre les hommes, on peut avoir des. Donc, je connais la retention d'eau, une fer, puis dire un mauvais sacrum. Donc, rapidement, tu as trop de sbéhta, tu as quand même un peu de mal à faire. Donc, là aussi, l'eau permet, ou l'activité physique, bien sûr, on a la retention d'eau. Donc, charbin le mec, que ce soit à l'iftar ou à la ramadan, haja, mouhemma, jadan. C'est très, très important. Sinon, tu as maintenant les chiens fait le mec, tu as un petit rire, vous êtes jeune, le problème ne se pose pas. ما كتحس انت في الغوتونتيسمون نتاعو اما عند العباد الكبار ينجم يعمل مضار مشكله ويعمل فشل في الكلى وحاجات كيف هكا. فوالا الحوار معاكم مزيان، الحوار معاكم عسل. ساعة في ساعة تعديت في ساعة، قلت لك انت يلزمك اربع سوايع نغني. نعطيكم نرجعوا لكم بعد الاخبار ان شاء الله.